سبحان الله. يقول بعد قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذا كلام خطير جدا. هو في ظن في الحياة أنه هو أبو بكر الصديق، يظن من تلقاء نفسه هكذا، يظن من هواه الذي يتبعه. لأن يعني من علامات اتباع الهوى، كيف نعرف أن المتبع هواي؟ احنا قلنا من قبل من اتبع هواه أضل هداه. خلاص. نعم. من علامة اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات، والتكاسل عن أداء الواجبات. جميل. تجدها إيه؟ تصوم اثنين وخميس وثلاث أيام كل شهر من غير محجبة. هو يتصدق ويعمل مش عارف إيه، ولكن واخد فدان من أرض إخوته، واخد بناية مش عارف إيه، ظالم ومغتصب أموال الشركة والمؤسسة. تقسها ازاي؟ صحيح. يعني ايه؟ انا رايح عمره. يا عم عمره ايه؟ تعالى بس. عمره ايه؟ سدد الديون اللي عليك. عمره مين؟ عمره من؟ فقه الاولويات مش موجود. ابدا. هما الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون الصنعة. والعياذ بالله. لا 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 والعياذ بالله. هذا من اهل جهنم يا سيدي والعياذ بالله. تعالى يا سيدي لمريم. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية. كل شيعة وكل فرقة ربنا يأخذ منها إيه؟ الأعتى. الأعتى يبدأ به الأول، يعني يدخل في النار، يدخل في النار الأقوى. فلما يدخل الكبير الأول، الله، لما الكبير اللي كنت هو ده اللي كان سبحان الله، فأول ما يدخل الكبير الثاني يرتجف. كلما دخلت أمة لعنت أختها، والعياذ بالله رب العالمين. وتعبير القرآن قاسي، ثم لننزعن من كل شيعة. أيوة. أيهم أشد على الرحمن عتية. مين العاتي؟ أشد على الرحمن. على الرحمن. خير. لا حول ولا قوة. أشد على الرحمن. يتأبى على الله. يتألى على الله. سبحان الله. تقول يا اخي اتق الله في الناس، اتق الله وانت حبيبي. سبحان الله. سبحان الله. اشد على الرحمن عتيه ثم لنحن اعلم بالذين هم اولى بها صليه. يصلاها يعني يحترق فيها. سبحان الله. وان منكم الا واردها كان على ربك حتما.